ومواجهه الاهلي وريال مدريد اكيد فيها نقاط مهمه جدا. التفاصيل الفنيه والتكتيك مع كريم هيتكلم في فقره السبوره، ولكن ريال مدريد قبل مواجهه الاهلي خسر امام ريال مايوركا بهدف مقابل لا شيء، وفي مواجهه الاهلي والريال اكيد في مواجهات وثنائيات، ولكن الجزء اللي عايز اتكلم فيها مع كريم وهو الجزء بقى بعيدا عن التكتس خالص، مين بيواجه مين ومين الاطراف والثنائيات والكلام ده، نص الملعب. انت بتتكلم في فالفيردي وتوني كروز ومودريتش في مواجهه السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج، 3 قصاد 3، الغلبه تبقى لمين يا كريم؟ لا بص، واحنا بص احنا مش عايزين نبقى بنتكلم على ريال مدريد والاهلي راس براس عشان نكون صراحه. فنيا في فجوه بعيده ما بين الكره الافريقيه والكره المصريه وبين الكره الاسبانيه والكره الاوروبيه، ده حقيقه دامغه ما نقدرش ان احنا نقرب منها حتى. طبعا كلنا ثقه في فريقنا وفي لاعبتنا، بس احنا عايزين نبقى دايما واخدين في وجهه نظري في الوقت الحالي في الفتره الحاليه اللي عمله المنتخب المغربي في المونديال كعلامه استرشاد لينا ان انت تقدر تقلل الفجوه دي بالاداء في الملعب، بانك تدرس المنافس كويس، بانك تغلق عليه كل المنافس. مليون في الميه مليون في الميه اخطر لاعب في وسط ملعب ريال مدريد هو مودريتش. كامل الاحترام لتوني كروس، كامل الاحترام لفالفيردي، مودريتش في حته تانيه لوحده. بان منين النهارده اللي استفرجت على ماتش ريال مدريد ومايوركا، اول ما مودريتش نزل في النص ساعه الاخيره قلب نص ملعب ريال مدريد، خلاص بح، مفيش تنافسيه في نص الملعب، الاستحواذ والسيطره والعقل والفيجن كله راح لريال مدريد بسبب مودريتش، لاعب عظيم بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. وبالتالي احنا لازم نؤمن بحظوظنا ونتعامل على قد ما نقدر ان مودريتش يتم تحجيم اداؤه في نص الملعب. فعلا بكل امانه يا محمد انا ما اقعد افكر هو لو انا مكان كولر اعمل ايه، موضوع صعب جدا. وان كان طبعا عندنا اخبار حلوه عشان ما بقاش كل الدنيا عارف اللي هو ايه فيها يعني مفاجآت ضلمه يعني. لا عندنا اخبار كويسه بالنسبه لينا بنسبه 99% كورتوا مش هيلعب المباراه، ان احنا شفنا كورتوا في الاحماء ماسك الضمه، واللي يمسك الضمه في الرياضه انت بره الدنيا لاقل حاجه اسبوع او 10 ايام حتى لو شد خفيف، فبنسبه كبيره كورتوا بره. طيب ميليتاو تاكد ان هو بره مش هيلعب ماتش الاهلي، وبالتالي بنسبه كبيره ثنائيه الدفاع لريال مدريد هتكون روديجر وناتشو. طبعا روديجر مدافع قوي جدا، يبقى احنا هنلعب على ناتشو واحد من ثغرات ريال مدريد الدفاعيه. بنزيما لسه لم يتاكد 100% ان هو هيلعب، بس راحه انشيلوتي البنزيما قدام مايوركا يؤكد ان هو بيحضره للمونديال، فهنشوف بنزيما في المونديال بقى. فاحنا باذن الله باذن الله عايزين نشوف بس قائمه ريال مدريد النهائيه، عايزين نبدا نتابع الاخبار ان شاء الله الفتره الجايه عشان نبدا نشوف التشكيل اللي ممكن الريال الاقرب يلعب بيه، ولازم لاعبتنا يبقى على اقل تقدير مؤمنين بقدراتهم احنا مش زيهم، بس نقدر في 90 دقيقه نتغلب. مين كان يصدق ان المغرب تتخطى اسبانيا توصل سيمي فاينال؟ مين كان يصدق ان المغرب تتخطى البرتغال؟ مين كان يصدق الكلام ده؟ بس المنتخب المغربي عملوا حقيقه ان هم امنوا بقدراتهم ولعبوا لعب الواقع، احنا برضو عايزين نعمل كده باذن الله. طيب خبر كمان حصري دايما متعودين معانا واحنا بنتكلم دايما في كتفك يا اهلي وبنتكلم عن الفنيات والامور الفنيه، معانا كمان خبر حصري في مباراه الاهلي وسياتل تم تبادل الدروع والتيشيرت الخاص بكل فريق. المفاجاه ان بيتم التنسيق على هامش مباراه الاهلي وريال مدريد، يتم تبادل الدروع والتيشيرت، ريال مدريد يستلم تيشيرت الاهلي والاهلي يستلم تيشيرت ريال مدريد، في اتفاق هيتم بالتاكيد من خلال الاجتماع الفني مع الفيفا على هامش المباراه. اعتقد لقطه مهمه جدا للنادي الاهلي في كل وكالات الانباء. جدا جدا محمد، وفكره ان نخلي النهارده احنا اول منافس النادي الاهلي المصري، النادي الاهلي المصري المصري في البطوله دي كان اول منافس له من اوكيانوسيا، تاني منافس له من امريكا الشماليه بالظبط، ثالث منافس له من اوروبا، الله اعلم المنافس الرابع هيكون من امريكا الجنوبيه ولا أسيا. من اسيا. النادي الاهلي بيمثل مصر امام ابطال القارات كلها، فامر يدعو للفخر وامر يدعو للسعاده والفرح. وكمان عايز اقول لكم حاجه برضو، ما مش خبر حصل الناس كتير عارفاه، ان قناه النادي الاهلي هتكون خلال الثلاث ايام اللي قبل المباراه في اذاعه مشتركه ومتبادله مع قناه ريال مدريد الرسميه. قناه ريال مدريد الرسميه هتدي النادي الاهلي ماتيريال لريال مدريد،
وقناه النادي الاهلي هتدي نادي ريال مدريد ماتيريال النادي الاهلي في تعاون. وهنشوف نفس الامر لو تفتكروا لما حصل مع قناه باير ميونخ. وبرده السوشيال ميديا في الاهلي هتتعاون مع السوشيال ميديا في ريال مدريد لاحتفاليه بالمباراه. اللي يكسب يكسب في 90 دقيقه هي احتفاليه القرن على فكره. حاجات دي بتتكرر بس الحاجات دي تبين لك قد ايه فعلا النادي الاهلي بيشرف الكره المصريه. افضل سفير صوره جيده ورائعه عن كورتنا وعننا احنا نحب احنا كمصريين في الوقت الحالي بصراحه في الزمن يعني الصعب شويه ده ان احنا نشوف صورتنا جميله قدام العالم كله والعالم بيخش يتكلم او فرحه. نشوف بص يا محمد صفحه سياتل وهي بتبارك للنادي الاهلي بيقولوا احنا فخورين ان احنا لعبنا النادي الاهلي. وشوف اراء بعض من مشجعي سياتل وقبليهم اوكلاند. اعتقد المنظر ده منظر مشرف ونتمنى ان احنا كل سنه يبقى إن شاء مصر الله تمثل بهذا الشكل.